نروح بقى لتاني خبر معانا عن تطورات إصابة نجم النادي الأهلي أكرم توفيق. وللأسف الشديد إشعة الرنين المغناطيسي اللي عملها أكرم امبارح أكدت على إصابته بقطع في الرباط الصليبي برجله اليسرى، مش اللي كان عامل فيها العملية اللي فاتت. وبالتنسيق ما بين الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وبتوجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، في إجراءات بتتخذ حاليا لسفر اللاعب للنمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب اللي كان عمل العملية الأولى لأكرم. وحسب الاتصالات مع الطبيب في العملية هتتعمل قبل نهاية الشهر الجاري. بنتمنى لك الشفاء يا أكرم إن شاء الله وتقوم بالسلامة وترجع لنا بالسلامة من تاني إن شاء الله. يعني الحقيقة خبر كان صادم جدا لكل جمهور النادي الأهلي، لأن احنا ما صدقنا أن أكرم توفيق رجع تاني ياخد فورمته جوه الملعب بعد الإصابة الأخيرة، واللي يمكن ما كانتش سهلة، لكن القدر ليه أحكامه. يمكن أكرم توفيق معروف أنه من أكتر اللعيبة المؤمنين بالقدر واللي بيستلم كده المصايب بنفس رحبة. ألف سلامة عليه وبنتمنى له كل الشفاء يا رب علشان يرجع يتألق تاني مع الفريق.